ألف. شو بشتري ب 300,000 ليرة؟ بشتري تاكسي. حمل. وجوه هؤلاء الأطفال قد لا تشبه الوجوه التي نراها في مركز سرطان الأطفال والتي من أجلها أعد هذا الإعلان. أنا بصراحة بدعي لله أنه أنا صح وكل أولادي صح. لتأمين تكاليف علاج كفاح وكل مرضى مركز سرطان الأطفال، أطلق المركز حملة هوم سويت هوب التي يبيع خلالها بطاقات قيمة الواحدة منها 200 دولار وتدخل المتبرع بسحب على منزل. رح يتم السحب ب 25 كانون الأول من هالسنة، بطاقات فيهم ياخدوها من مركز سرطان الأطفال أكيد خلال اتصالهم على 01 أو 70 35 15 15. بيقدروا ياخدوها من فروع OMT اللي منتشرة حوالي بكافة الأراضي اللبنانية، وبيقدروا ياخدوها كمان عن الويب سايت أونلاين اللي هو www.homesweethope.cccl.org.lb. مصطفى ابن العشر سنوات الذي يخضع للعلاج في هذا المركز كان يستمع لهذه المقابلة وبطريقته شرح هدف الحملة. في كتير أولاد بحاجين لحتى يتعالجوا وما بيكون مع المصاري، بس إذا تبرعتي لهم بيتكتب لهم عمر جديد، بيصير نفين يعيشوا أكتر ما يموتوا. المعادلة سهلة إذن، كل بطاقة تباع تساوي تمويلاً إضافياً لمركز سرطان الأطفال، فترفع قدرته على شفاء مرضاه الحاليين واستيعاب عدد أكبر من الأطفال المرضى. بشتري بيت، بشتري بيت جديد. اشتري بطاقة ب 200 دولار بس لتساعد مركز سرطان الأطفال بلبنان.